عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا للصيد. لؤي ليث، مستعدين للصيد؟ مستعدين. وين نحن؟ في أي مكان؟ في الخيران. اليوم راح تصيد أنت لؤي؟ يلا صيد. أنا صيد سمك كبير. أيوة، راح نصيد سمك كبير إن شاء الله. الحين جبنا بالقارب وراح نجلس في هذا المكان. ننزل هنا وراح نكون هذا المكان واغراضنا موجوده. يا فلوي، حلو المكان. مستعدين؟ مستعدين. المكان واجد حلو صح؟ ايوه. راح نصيد من كل جهه، من هنا او من هنا والجهه الثانيه او هنا. هذا المكان جميل. يلا استعدوا استعدوا لؤي ليث. مستعدين؟ شفت سمكة كذا كبيرة كذا ماشية كبيرة هنا، لكن أكيد إنه يكون هنا في سمك زين. أوه أكيد واحدة كبيرة. إن شاء الله بيكون حظكم اليوم حلو. إن شاء الله. جبناه ربيان وجبناه سمك الكبيرة. هذا الربيان طازج. إن شاء الله إن شاء الله يعني يجي المغرب نحن الآن صيد. إن شاء الله. بسم الله. أسوي الربيان. خذيت السنارات؟ ايوه خذيت. انا خذيت حالي. خلاص كل واحد ياخذ واحد. طبعا ما جبنا سناره للكاست. سناره واحده. لكن نصيب الخيوط. وهذه اول سمكه لؤي، بس صغيره هذه لؤي. ايوه صغيره. كيف شعورك اول شيء بصد؟ اول شيء صدت واحده وبعدين تبطلت وخليته قين واجدات. صاد واحده. ابطلها؟ خليه يبطلها لوي. اذا بطلها منه بطلها شوي شوي ورجعها البحر. لكن حلوه شكلها، لكن هي صالح بالاكل، لكن صغيره. صغير وايد صغير. هذه جبت سمك كبير، صدنا شيء كبير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صيدة لؤي هذه. لؤي كيف الصيد لؤي؟ متحمس. ها؟ ما شاء الله. انتظار لؤي. أول سمكة شعم. ما شاء الله. أنا أحس إنه تسحبها الموجة هي السمكة. سمكة كبيرة ما شاء الله لؤي. ما شاء الله. شوف ليث صاد قبلك لؤي. كيف ليه؟ انا ماشي ما صد شيء، عقه بعيد. بتصيد ان شاء الله. انت بتصيد ماشي عقل اياها. بتصيد ان شاء الله. يا بني ما يحس لونها زرقاء. ايوه هنا تختلف ما شاء الله. شوف ما ماكلت. ما شاء الله حجمها كبير ما شاء الله. السمكه الثانيه حلو. اي كيف لو اي تبغى يصيد ثاني سمكه؟ يلا ليث. احس شيء يتحرك بالعها. بس بالخيط؟ ايوه احس شيء يتحرك بالخيط. بتصيد ان شاء الله بتصيد. يلا علق الخيط الثاني. ليث وش تسوي؟ علق الخيط. افا يا ليث، قلنا ليث بيصيد اليوم. غلبك كيف لو اي بصيد؟ اذا سوي الخيط لا انت سوي راسك. هذا طابق بالخيط الثاني. لا سوي بطله وبيصير. يلا يلا سوي سوي. زي ما لاحظ هاي السمكة صورت لكم عليها قبل، لاحظوا الحين شوفوا ما شاء الله كيف كبرها. هذه السمكة تقطع علينا الخيط مرة. جيب ليث لوي، شفتوا السمكة؟ كبيرة. عقلها ليث ربيان. وينك ليث؟ عقلها ربيان هنا. ليث هليكوبتر. تريد تركب الطائرة؟ ما قلنا نركب الطائرة. ما قلنا.
شوف هذه الطائرة سياحية، دوركم على هذه الأماكن، هذه الأماكن سياحية. حلو، شوف شوف الأشخاص اللي هناك اللي في الكياك، فتى الرايقة. مكان حلو صح؟ أيوة حلو، حال الصيد، حال السياحة، حال كل شيء. ما شفت سمكة جاي، يمكن جاية شوية لونها أصفر شوية. كيف لوي؟ شو حسيت؟ حسيت. لا بعد بعد بعد، ليش مستعجل لوي؟ حسيت شيء كذا قص يتلبط يوم أنا أسحبه هو يتسحب عندي. خلي خلي شوي، بتشوف واحدة لما يسحبك بتشوف واحدة. ليث جعان؟ جعت؟ جعت؟ إن شاء الله راح تصيد أنت ليث الحين. تصيد إن شاء الله. إن شاء الله أصيد أكبر من هذيك. سمكتين هلاك صيدهن لؤي. طلعت وصاد الثالثة لؤي. ايوه لما كنت انت تفكرها ما فيش سمكة. ايوه زليث، هذه سمكة صغيرة راح نرجعها مرة ثانية. هذه نفس السمكة اللي صايدينها اول شيء. ايوه يلا رجعها لؤي، اعطيها ليث. ليث رجع عليه، لأن ليث ما صاد سمك. أيوة ليث. أنا أصيده ويرجع. مع السلامة، راحت. أيوة. نسوي لك طعم ثاني. وليث وليث مسك السمكة الكبيرة. طلعها. بس انقطع الخيط. لكن بعدها طاقة الشجر. هذه مشكلة لما تكون. خلي ما تطلع. هذه المشكلة. ليث ايش سويت؟ ربها بحصى. ايش سويت ليث؟ لان الاداه تخرب الخيط تقطع. ما باغينها تمسك في هذه السمكه. ما قال يشوف هذه السمكه. طلعها يعاني من فتره. هذه شوف ما شاء الله كبرها. اعتقد لفوقها. السمكه لفوقها. فوقها. فيكم اشوف. ايوه. تقول هذه السمكة هي تنطفو. لا لا ما هي هذا السمكة أول مرة أشوف هذه السمكة. الحمد لله أنها تبطلت. فتك لك السمكة. والله تعالي مرة. الحمد لله أقول لك أقول لك. كيف لؤي ليث؟ ما صدنا شيء. ها؟ ما صدنا. على كثر السمك ما صدتوا؟ لا. أي مرة؟ اي مرة صوت طعم عفانا. بتصيدوا ان شاء الله بتصيدوا. واحد بطل طعم. خربت عليكم السمكة هذيك لا؟ ايوه. هذيك السمكة صارت تقص علينا الخيط. مرة ثانية جات عند الخيط؟ ايوه. هذه السمكة اللي مشكلة. ليث انت عاق الطعم، الطعم فوق الصنارة تحت. ليث بعد هيك السمكة ما صدت شيء. هنا سمكة كبيرة احاول تلقى بصيدها ان شاء الله نصيدها. لوي نعم. كيف احس ما في سمك واجد. خلاص الحين الحين مرة انت مرة من بعد ما صدت هلا السمكتين مرة انت خلاص مكتفي. شوف هذا الغنم. ايوه فوق الجبل هنا. شوف الحين بدوا يرجعوا لانه ايش وقت المغرب. في الليل في الليل يبدأ ينزل البحر. ايوه ان شاء الله نحن بنجلس كذي شويه بعدين عاد نتصل خلي يجينا القارب هنا وبنرجع للسياره. بس السمك الحين يجي، الحين السمك يجي. ليث؟ ليث؟ بتروح الدراجة؟ ليث؟ متحمس. جاي تسكي ها؟ يلا، متحمس ها؟
يا حمد بعد هنا وحدك زين ما مشكله انا بجلس هنا بروحي سير لا ورا طبخت مو لا هو خايف شكله خايف ارجع اخر شيء خايف ترى يخافوا بعدها ايوه بس مسكوا زين ها باي بسرعه ولا شيء كذا لا لا شوي 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 بعد ما راح أما تقدم في الدراجة فأرتب الأغراض وألاقيهم إن شاء الله وش رايكم في وش كانت وش رايكم في الرحله حلوه تعين واجد استمتعتوا كثير ايوه كانت رحله صيد حلوه صدنا سمكتين كبار صدت سمك كبير اثنتين الحين اللي جايبينهن واحده وانا صدت واحده كبيره كانت السمكه طبقت بالشجره وبعدين خليناها تروح لا سمه ايوه هذيك السمكه كانت سامه وما بغينا يعني نديها ولا شيء بطلنا لها وراحت بس كانت الرحله حلوه كثير استمتعنا ركبنا القارب ركبنا دراجة البحر ايوه جي تي سكي وفي نهايه هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا اللايك واشتراك بالقناه ومع السلامه واهم شيء تحطوا اللايك الاشتراك بالقناه وتحطوا لنا اللايك.